وصفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المشهد في السودان بالضبابي والمعقد، مؤكدة أنها توسع نطاق عملها لمساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في البلدان المجاورة للسودان، متوقعة أن تسبب الاشتباكات الدائرة في زيادة موجات النزوح داخل البلاد وخارجها. أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية أن إجمالي عدد اللاجئين من السودان عبر منفذ قسطر البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21 حتى 25 من إبريل بلغ 1297 عائدا، كما وصل إجمالي العائدين من السودان عبر منفذ أرقين البري من مختلف الجنسيات خلال نفس الفترة 8897 عائدا. أكدت وزيرة الهجرة اهتمام الدولة بكل المصريين الموجودين بالسودان منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، مضيفة أنه يجرى إجلاء مواطنيها وفقا لخطة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قد أعادت نحو 1539 مصريا حتى أمس على متن طائرات عسكرية وبرا عن طريق الحافلات البرية. قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم سيجتمع اليوم ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح لانطلاقه يوم الثالث من مايو القادم، مضيفا أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يتم بموجبه وضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفيدرالية الروسية لأملاك الدولة ردا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين تقديم شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا كجزء من برنامج المساعدة المالية الكلية بقيمة إجمالية قدرت ب 18 مليار يورو، مضيفة أن الاتحاد سيواصل مساعدة أوكرانيا للحفاظ على عمل مؤسساتها وبنيتها التحتية.